بيت لحم الأولى في بيت لحم. كانت بلدية بيت لحم مستمعين أعلنت عن إطلاق المؤتمر الدولي الأول للمدن الإيطالية، وأكيد هذا المؤتمر مهم جدا بين بلدية بيت لحم وعدد من المدن الإيطالية اللي في بينها وبين بلدية بيت لحم عبارة عن اتفاقيات توأمة لرفع مستوى أكيد العديد من الخدمات في البلدية. على الخط الهاتفي في هذا الصباح رحبوا معي بكارمن غطاس من بلدية بيت لحم للحديث أكثر عن هذا المؤتمر، أهميته ولشو بيهدف. أهلا وسهلا فيك كارمن ويسعد صباحك. صباح الخير. إذن كارمن، يعني هذا المؤتمر يعد مؤتمر مهم جدا، وبلدية أكيد بيت لحم زي ما حكيت سابقا كانت دؤوبة في البداية على توقيع عدد كبير من اتفاقيات التوأمة بينها وبين عدد من المدن وبلديات في إيطاليا وعدد من المدن أيضا حول العالم، لكن هلأ أنتوا عم تطلقوا المؤتمر الدولي الأول للمدن الإيطالية. في البداية احكي لنا عن الفكرة، وليش بلشت بلدية بيت لحم تدور على هاي الفكرة تحديدا؟ اول شيء احنا في عنا اتفاقيات توأمة، بلشت الاتفاقية الاولى مع مدينة فلورنس على ايام رئيس بلدية بيت لحم السابق ايوب مسلم، اتوقعت سنة 1962 بين ايوب مسلم وجورجيو لابيرا اللي هو شخصية ايطالية كتير معروفة كانت تسعى للسلام. من بعدها اتوالت اتفاقيات التوأمة لنوصل لليوم عنا 89 اتفاقية توأمة في العالم مش بس في إيطاليا. أما بإيطاليا لحالها ففي عنا 32 مدينة متوأمة. هلأ باتفاقيات التوأمة زي ما أنت بتعرف زي ما حكينا أنه كتير قديمة وبلشت من وقت طويل، جزء كبير منها بلش كإشي بروتوكولي وإشي يعني ما فيها كتير مشاريع إنها تساهم في تنمية المدينة. لهيك إحنا بما إنه في عنا عدد كبير من المدن الإيطالية المتوأمة في إيطاليا، شوفنا إنه نعمل مؤتمر للمدن الإيطالية عشان نشكل شبكة من هاي المدن تسعى مع بعض لتنفيذ مشاريع وتطوير مدينة بيت لحم. فمن هنا طلقت الفكرة واشتغلنا فيها مع بلدية أسيزي اللي هي واحدة من المدن الإيطالية المتوأمة، وأسيزي كانت مميزة أو وقع الاختيار عليها لأنها في قرار المجلس اللي طالب في توقيع التوأمة كان فيها اعتراف في حقوق الشعب الفلسطيني، ومن هذا يعني سعي أو نية البلدية إنها المساهمة في مساعدة الشعب الفلسطيني تم توقيع اتفاقية التوأمة هاي. طيب خلينا نحكي، هذا المؤتمر غير أنه بيكون مناصر للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة، شو رح يفيد بلدية بيت لحم بشكل بسيط؟ خلينا نحكي أو نبسط صيغة السؤال، شو رح يفيد هذا المؤتمر بلدية بيت لحم؟ هلأ شوف، المؤتمر صار يوم السبت الماضي في إيطاليا وتم دعوة المدن الإيطالية كلياتها هلأ، وتم توقيع 4 اتفاقيات توأمة. يعني إحنا كان العدد عندنا 28 مدينة متوأمة، من 28 22 مدينة حضرة، 22 مدينة وكمان مؤسسات إيطالية. لو يوصل عدد المؤسسات الإيطالية والبلديات 35، حضور 150 شخص، كان مؤتمر كتير ناجح. من مخرجاته كانت دعم مشاريع لمدينة بيت لحم، وكمان تم الخروج ببيان ختامي للمؤتمر بنص إنه العمل نحو السلام للشعب الفلسطيني على أساس العدل والمساواة والاحترام المتبادل والحرية وفق لقرارات الشرعية الدولية، وهذا البند الأول والبند وفي كمان بنود الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي وهيك. والإشي المهم الثاني كان تشكيل شبكة للمدن الإيطالية اللي المتوأمة مع بيت لحم. هلأ إحنا ليش سعينا نحو فكرة الشبكة؟ إحنا في عنا خبرة في 4 مشاريع إيطالية نفذت، بلشت من أيام الدكتور فيكتور بطارسي رئيس البلدية بيت لحم وكملت وقت الأستاذ بيربابون ولهلأ جاري عليها الشغل، اللي هو مشروع حوش السريان ومشروع المدبسة
مشروع بناء القدرات لمركز السلام والمخبز والبوظة. طب هل تم توقيع مشاريع جديدة، خلينا نحكي، أو هل راح تدعم هاي البلديات مشاريع جديدة راح تنفذ في المستقبل بمحافظة بيت لحم؟ خليني أحكي لك، هلأ المشاريع الأربعة هاي اللي تنفذت كانت بشراكة عدة بلديات مش بلدية واحدة. فالشبكة هي لدعم هاي الفكرة إنه عدة بلديات تشارك. هلأ تم الإعلان في المؤتمر على مشاريع من قبل مدينة فلورنس لتدعم مشاريع للبلدة القديمة وموقع تراث وإدارة موقع تراث العالم في يونسكو، تقديم منح دراسية للطلاب في مجال دراسة السياحة. جريت شو بدها تدعم مشاريع تخص الشباب والفن وفصل النفايات. باليرمو بدها تدعم نشاطات ثقافية في المسرح والموسيقى وتطوير المواقع الإلكترونية للبلدية وبناء دوار في المدينة تحت اسم مدينة باليرمو. كمان في عنا مدينة أسيزي رح تدعم مشروع تزيين شارع النجمة من حرفية أسيزي ومشروع إعادة فصل النفايات ومشروع بناء قدرات. أما بلدية تورينو وبلدية بافيا فكان رئيس البلدية قامت زيارتهم قبل ما يوصل على أسيزي، وهناك تم توقيع مشروعين، مشروع في بافيا لأرشيف البلدية والحفاظ على كل الوثائق القديمة اللي في البلدية، وفي تورينو تم توقيع مشروع الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية أو الطاقة البديلة. بالضبط. ومدينة تورينو كمان خلال الأسبوع الجاي رح يجينا وفد من عندهم تم الاتفاق عليه خلال الزيارة إنه يجوا على بيت لحم من فنيين عشان يحطوا مخطط لتزيين ساحة المهد وشجرة عيد الميلاد لهاي السنة. فإحنا للمرة الأولى المدن المتوأمة بتساهم في تزيين مدينة بيت لحم، فهي عندنا تورينو بتساهم في تزيين ساحة المهد وعندنا أسيزي في شارع النجمة. حنحكي عن أعياد الميلاد، في فترة أعياد الميلاد صحيح؟ نعم. طب هل تم إطلاع البلديات في بينكم بينها توأمة على الخطة الاستراتيجية لبلدية بيت لحم، ووين طبعاً وصلت في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحتى تساهم هاي البلديات في المساعدة على تحقيق هاي الخطة؟ إحنا يا أسامة قبل ما خلال مرحلة التحضير للمؤتمر بعتنا الخطة الاستراتيجية لكل هاي المدن المتوأمة عشان قبل ما نروح إيطاليا تكون هي عندهم الاتفاقيات، سوري عندهم الخطة وقائمة المشاريع اللي يشوف كيف هم بقدروا يساهموا فيها. هلأ مشاريع الخطة الاستراتيجية مشاريع كبيرة وفي منها مشاريع صغيرة، المدن المتوأمة رح تساهم من خلال الشبكة إنها تساهم أو تنفذ هاي المشاريع. هلأ الشبكة هي في المرحلة الأولى في بداية تشكيلها، هلأ إحنا شكلناها وحطينا لها الأساس، من هون رح نبلش إحنا كبلدية بيت لحم نوثق لهاي الشبكة ونجمع المدن المتوأمة في تنفيذ هاي المشاريع. حلو جدا، يعني احنا بنتمنى لكم كل التوفيق في بالفعل تنفيذ هاي الخطة الاستراتيجية، وايضا بالفعل بانه هاي التوامات تفيد بيت لحم، وايضا نفيدهم بخبراتنا طبعا. خلينا نحكي في من خلال هاي التوامة اكيد، وعلى امل بزيادة قطاع السياحة ايضا والعمل ايضا على ازدهار هذا القطاع السياحي، لانه بيت لحم مهمة جدا سياحيا. ما انه احنا سيرة ونفتح، هل كان في تركيز أيضا على القطاع السياحي وخلينا نحكي على العمل على إظهار بيت لحم بمقصد سياحي، خلينا نحكي من قبل إيطاليا والدول المجاورة لإيطاليا، وإحنا بنعرف إنه الغرب شوي بيخاف لما بيصير أحداث في فلسطين وبفكر إنه هاي الأحداث موجودة بكل محل. خلينا نحكي، هل بالفعل أنتوا كمان في بلدية بيت لحم عم تشتغلوا بتعاون مع وزارة السياحة والأثار أيضا على هذا الموضوع؟ شوف أسامة، بخصوص المؤتمر تم عرض presentation أو عرض من قبل المهندس زياد السايح عن باللغة الإيطالية تم عن المشاريع اللي احنا بحاجتها، وكمان عن الواقع المدينة السياحي الاقتصادي الثقافي الاجتماعي. هلا مدينة بيت لحم هي مدينة سياحية هامة جدا ومعروفة كمقصد للحجيج، ولكن هلا احنا بهاي الفترة عمالنا نشوف بيت لحم فيه عنا موقع تراث عالمي بيونسكو، في عنا سياحة بديلة، في عنا مواقع ثقافية كتير مهمة. بيت لحم بعد في سنة 2020 رح تكون عاصمة الثقافة العربية. فبطلت بيت لحم مقصد حجيج فقط،
بيت لحم أصبحت كمان مقصد ثقافي، مقصد سياحة بديلة، مقصد للسياحة الطبيعية كمان. فإحنا اشتغلنا من خلال المؤتمر وكمان في شغلنا العادي للبلدية نشتغل للترويج وإظهار مدينة بيت لحم كمدينة فيها تنوع في السياحة. وهذا الشغل أكيد بنشغل من خلال يعني جنبا إلى جنب بوزارة السياحة من خلال مجلس الخدمات المشترك لتطوير السياحة في محافظة بيت لحم اللي تم تشكيله قبل سنتين من خلال دعم من الحكومة الألمانية من خلال واحدة من المدن المتوأمة لبيت لحم اللي هي مدينة كولون، وأيضا المدن المتوأمة مع بلدي الألمانية مع بلديات بيت جالا وبيت صحور، وضمينا إلهم بلدية الدوحة الخضر العبيدية وبتير. فصار عندنا 7 بلديات في محافظة بيت لحم شكلت مجلس الخدمات المشترك لتطوير السياحة في المحافظة، وهاي تشتغل لإبراز بيت لحم كمحافظة في كافة المحافل. بالفعل شكرا لك. في نهاية حديثنا كارمن غطاس من بلدية بيت لحم وتحياتنا لكم، موفقين في نتائج طروحات هذا المؤتمر. خلينا نحكي وعلى بالفعل احنا منحب نشوف هاي النتائج على أرض الواقع سياحيا اقتصاديا وثقافيا أيضا. شكرا لك ويسعد صباحك.